النهارده كان في مؤتمر عقدته هيئة المؤلفين والملحنين، وكان مؤتمر صحفي عن تراث أم كلثوم. الجمعية عملت ده تحت عنوان حقوق المؤلفين والملحنين وتراث أم كلثوم ورموز مصر. اللي حصل خلال المؤتمر، الجمعية عرضت بعض المستندات والوثائق الرسمية على من يزعم ملكيته لتراث أم كلثوم، وهنا بيتكلموا عن المنتج محسن جابر. المؤتمر حضروا مجموعة من الصحفيين، وكان من بينهم طبعا الدكتور مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، والمستشار حسام لطفي أستاذ الملكية الفكرية والمستشار القانوني لجمعية المؤلفين والملحنين ولشركة صوت القاهرة، وأستاذة نادية مبروك رئيس شركة صوت مصر، وأعضاء مجلس إدارة جمعية الملحنين والمؤلفين. أستاذ محسن جابر طلع وقال في الكثير من الجرائد ووسائل التواصل الاجتماعي إنه هو المعني بهذا الشأن، فكان المفروض يكون موجود في الاجتماع، لكن ما تمش دعوته، وكان المفروض يكون موجود يرد على جموع الصحفيين، لكن هو على لسانه قال إنه واضح إن القائمين مش عايزين هذه الدعوة علشان تخلو لهم الأجواء ويتم نشر الأكاذيب، خاصة وإننا قد حصلنا على أحكام نهائية تؤكد ملكيتنا لأغاني أم كلثوم. وتابع الأستاذ محسن جابر قال إنه الحكم اللي بتستخدمه شركة صوت القاهرة كدليل ليها هو دليل ضدها، لأنه الحكم بيأكد ملكية شركة ستارز لهذه المقطوعات، وده اللي صرحت به شركة صوت القاهرة بالاستغلال بموجب عقد الصلح، وقال إنه العقد ده كمان تم فسخه. واضح إنه الموضوع يعني إيه فيه الكثير من التحركات، ودلوقتي تحديدا فخلينا نفهم ونسمع، ويعني الطرفين ليهم حق الرد بكل تأكيد. المفروض بكرة أستاذ محسن جابر هيعقد مؤتمر صحفي يرد بيه ويعرض التفاصيل والمستندات اللي هو بيمتلكها. احنا دلوقتي معانا على التليفون دكتور حسام لطفي أستاذ الملكية الفكرية والمستشار القانوني لجمعية المؤلفين والملحنين ولشركة صوت القاهرة. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، ويعني عايز افهم من حضرتك ايه التحرك اللي بيتم دلوقتي من قبل الجمعية، والجمعية اللي انا فاهماه انها منحازة لصوت القاهرة. عايز اعرف حضرتك على اي اساس ده بيحصل. مساء الخير يا فندم، انا بشكرك وبشكر الساده متابعين برنامج الخاص بحضرتك. احب اوضح انه احنا كجمعيه المؤلفين والملحنين اول حاجه بنحرص عليها حقوق المؤلف والملحن، ولا يوجد تعارض مصالح ان انا امثل جمعيه المؤلفين والملحنين وشركه صوت القاهره، لان شركه صوت القاهره بتملك التسجيل الصوتي وجمعيه المؤلفين بتملك المصنف نفسه، ودي تفرقة يجب أنها تكون واضحة للسادة المتابعين، لأن المصنف نفسه ملك المؤلف والملحن ولا يتنازل عنه، وبيتنازل عنه لاستغلاله ضمن شريط صوتي أو شريط سمعي بصري، لو فيديو كليب أو فيلم أو أو سينما أو حاجة من الكلام ده أو مسلسل. فإحنا كل القصة أنه السيدة أم كلثوم أثناء حياتها عهدت إلى شركة صوت الشرق انها تبقى المنتج الخاص بيها، واتفقت معاها انها تاخد 30% من اي عائدات الاسطوانات. شركه صوت الشرق تم تامينها واصبحت اسمها شركه صوت القاهره، واستمرت السيده ام كلثوم بتطبع كل موسيقى كل الاغاني الخاصه بيها في شركه صوت القاهره. وحضراتكم ما اعتقدش ان حد فيكم من ايام الجيل اللي قبل كده ولا الجيل اللي بعد كده اشترى الا من شركه صوت القاهره، لأنها كانت المنتج الرسمي وتقريبا الوحيد في هذا الوقت، إلى أن ظهرت شركة صوت الفن وبدأت تنتج، وبعديها بسنوات ظهرت شركة عالم الفن اللي بيمثلها الأستاذ محسن جابر. وده كان بيتم بناء على عقد ما يا دكتور حسام؟ نعم، ده كان بيتم هذا الإنتاج للشركات التابعة للأستاذ محسن جابر كان بيتم على عقد ما مع شركة صوت القاهرة؟ يا فندم، الاستاذ محسن جابر ملوش اي علاقه بانتاج السيده ام كلثوم، هو راح لورثه اشترى من الورثه اشترى من الورثه تسجيلات صوتيه، وهم لا يملكون التسجيلات الصوتيه، التسجيلات الصوتيه ملك مالكها، انما انا ما اشتريش من صاحبه الصوت اللي هي واحده من عناصر اعداد المصنف تسجيلات صوتيه تملكها شركه حكوميه. وراح بهذا العقد، حاول بكل الطرق ان يدافع عن وجهه نظره،
وراح امام القضاء وحكم لينا في محكمه القاهره الاقتصاديه ابتدائي واستئنافي بانه ليس له حق. وهو وقع عقد بيننا وبينه، بين شركه صوت القاهره وبينه، اعترف بيها بملكيه شركه صوت القاهره، واتفق في عقد مستقل انه يبقى وكيل لينا بالعموله وياخد 15% نظير يجيب لنا عملاء. هذا العقد هو الذي فسخ، اللي هو العقد اللي هو كان وكيل بالعموله هو الذي فسخ. هو بيحاول دايما في كل مكان يخلط ما بين العقدين، في عقد اقرار بصلح وفي عقد وكاله بالعموله. الذي فسخ بحكم قضائي واستحق هو تعويض ويستحقه، لان احنا فسخناه قبل نهايه مدته، لان حبينا ننهي كل علاقه معاه. احنا بعد ما صدر لينا هذا الحكم البات واجب النفاذ، وزاره الثقافه طلعت جواب لكل الجهات المعنيه بهذا المعنى، وايضا الهيئه الوطنيه للاعلام ادتنا شهادات تسجيل لكل الاغاني، لكل التسجيلات الصوتيه باسم شركه صوت القاهره. احنا حصلنا مؤخرا على مستندين حاسمين اول مره بنطلعهم النهارده في المؤتمر الصحفي. عشان كده التوقيت يا دكتور حسام، يعني عشان كده التحرك ده دلوقتي بالحصول على المستندات دي، لانه لان احنا شايفين ان الموسيقى بتاع الاغاني الخاصه بالسيده ام كلثوم بيحصل لها اعاده نشر في المنطقه العربيه بدون الرجوع لجمعيه المؤلفين عشان تعطى حقها، وبتستخدم في عروض هولوجرام بدون الرجوع لشركه صوت القاهره مالكه التسجيلات. المستندين دول يا فندم، ويا ريت احنا اديناهم لكل الناس، واعتقد ان هيبقوا موجودين تعرضيهم على الساده المتابعين. الشهاده الاولى اقرار من السيده ام كلثوم في حياتها، بتقول اقر انا ام كلثوم ابراهيم ان شركه صوت القاهره هي المالكه الوحيده لكل الاغاني الخاصه بي حاليا وفي المستقبل، وموقع ام كلثوم ابراهيم. وبعد وفاتها ورثتها الارمل الاستاذ الدكتور الحفناوي وابنه شقيقتها السيده سيده، عملوا اقرار في الشهر العقاري وتوكيل لشركه صوت القاهره بصفتها المالك الوحيد لجميع تسجيلات سيده ام كلثوم. الورقتين دول ما كانوش موجودين قبل كده، دول لقيناهم مؤخرا الحمد لله بالبحث في سجلات صوت القاهره، وما كانش حد قدر يتواصل ليهم، توصلنا اليهم وبقوا معانا. طب دكتور حسام، هو في قانون بيقول انه بعد 50 سنه هذا التراث بيصبح ملكيه عامه؟ ولو اللي بيسقط، اللي بيسقط هو حق المؤلف والملحن، ما بياخدش مقابل مالي، انما يجب ان ينسب الى اصحابه، بس التسجيل الصوتي ملكيته ابديه. يعني حضرتك مطبعه الولاقيه ما زالت بتطبع كتبها حتى الان، شركه بي بي سي لو حبيتك حضرتك تاخدي اي دوكيومنتري اي فيلم وثائقي منها على الحرب العالميه الاولى ولا الثانيه هي ما زالت تملكه، لان الملكيه التجاريه ابديه. انما المؤلف الملحن بيتوقف عن الحصول على عائد من مالي بعد وفاه اخرهما المؤلف والملحن. يعني استاذ عبد الوهاب مات سنه 90، فيبقى حتى لو كان استاذ حسين سيد مات قبله او الاستاذ احمد رامي مات قبله، بتبدا مده 50 بعد وفاه الاستاذ عبد الوهاب. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسام لطفي، استاذ الملكيه الفكريه والمستشار القانوني لجمعيه المؤلفين والملحنين، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا.